لا لا مواهب دي 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 عيلتنا والله دي اجوانا كده والله. احكي لي عن الاجواء اللي حصلت. لا ده بعد ماتش السوبر الزمالك 3-2 اها كان اول ماتش لمستر ريني فاير معانا، كنا عملنا ماتش كويس وكل حاجه، فدي كانت الاجواء بعد الماتش عشان كنا في معسكر هنكمل يعني. فبقى خلصنا الحفله دي او الحاجات دي ومن بكره خلاص. بس يعني يعني في مواهب تكتشف هنا. لا في مواهب، مواهب استعراضيه، صلاح محسن مواهب استعراضيه جامده جدا. بس اللي في واحد اولاني مش عارفه. والله